وريد ما شو أنا اعتمادا البحني ما أه وأنا كلا دوان هاي هل ودنا وان هاي وإحنا وهذا آمن سنان كرنا ما هذه كلو حيمانيسه الباب ير إن أتديك حرته أو أني كان زي أن الباب كاسوس هو قالوا أت امتحاني قاده أنه هو أسكو ودره أو كوب أتي قبل لو أفسو مالك وهذا الهرت مركي إن أنا ديب النقطة أو أنصاب برتوا أفسو مالك مركان هدنا كسو نقضه حقوق جج جج مركان نقضه إلا هو وحي وحن وينام كبرتين نقونسه أي ده روح ما أرى ما هرتها هدنا بس ميسن في سومالي وأنا ميسن سومالي هين هدنا إن أساس ده دي تو امتحان جوكتا أو أت مر ولبا أديك تقن كذا أت كو عبير سكايجا أو أت لا ده ما يو ولي مسو جاري ماشي للربعي ولي وحي رودو يعني كاس كان كذا في 4.5 ayaa dadku ay ka qayliyaan 4.5 ka waa in laga tagaa waa in laga tagaa waa in laga tagaa waa fine ma in laga tago waa okay aniga aniga iyo reer aadan hoos u galay ayaa saddex afar qof inay ka soo baxaan oo ma aragtay kulli active dhinacaas waa iga anfacaysa in 4.5 laga tago laakiin how about adigu wixii oo dhan adiga aa wada qaadanay sidoo waxa kaliyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسن داوديال كسر دوادا ورئيس جارة وان لي لنا يسياسي عبدي آذن هوسو عبدي آذن هوسو وحقو هري النقد وزير كهولها جود الدولة الفدرالية الصومالية سنة كي تجي لبذا كن لبي إلا باتن كنا وحقو يسكو شرحي حلك وجوس الرئية دلك الصومالية وحلك مذحوين النمو ورئيسكن أو قيبة بدن أما دور قيبة وحينو كأي جدنا قبيلدة سنان لأنت سياسة دا سوماليا إيا 4.5 إيا قضو بكالي أو حيسالي وعن ورئيس كان كوقبتي مغالا دا مقدشو بشي تكتي إي مي سنة كان لابدكن سدحي لاباتنك كسو دو هذا أدو حسو سو دو وادكم حسن تانا دو ورئيس كان إيا أقبشو دو دا هاگا سياسي غا مركان مدد دا جيستي أو إن إيا إيا وحا إيا سوا بحدي إنا تقبتو عرق تدنا هيسا سوماليا سياسة دا لو مسن dadka Soomaaliyeed dhaqan mid ah ma lahayn dhaqamo yar yar oo kala duwan ay leeyihiin waxaan jeclaan lahaa inaan fahmo salka dadkaas ah ma san tahay saaxiib maxamed wa dot and popular ahayn inta badan aan la jeclayn dadka qaarna xitaa waxay ku dhahayaan Soomaalidaad kala saareysa meel fog kama fiiriyaan laakiin si emotional oo caatifi ah uga jawaabaan marka facts loo hortimaado laakiin arrintaas waa run waa arrin aan aaminsanahay muddana aan aaminsanaa dadka ummadda iyagoo kala duwan waa wada noolaan karaan wadamada horumaray qaarkooda kala duwan oo toos aad u arkaysaa yacni Switzerland هذا دايركتد جيرمان ايطالياني ايو هذا النوع اس كل نور وان 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 هل ودن كندا وكلا دايركتد و ما عرفتي دد نوع اس كل نور معناها مركا فيرسيت سوماليا سيبا وحا لوغا دادعيي وا ان وح ولبا اسكوميت لغا اهادا سي قرن لو نوقدو وانا اسكو اسر اهانا وانا اسكو دقن اهانا وانا اسكو اف اهانا سي ماركتي ودنا او اهانا مرك قفك حوغو عبسي بابا كو جرتب حدي او واحانو رنتا اي صوب بحضو اما ماركتي قرن مدي ايو ماشا كبحدا اسليه ومد مد اللبات مدة دات كان لو شيغي ارنتاس او راديو ايو ميل والبا ماركتي لغا شيغي هذا قف ده هديت ور هذا دت عن أفكان أتكو هلا يس عن أقون دقن كجيليجا الله ده هنا عن الله هنا أجر هذا ده هديت أن آمنين أو آمين سن ويران آمين سن سومالي ده لهجة ذاك هلا أما لو قدوا حد دون تتوير دتكو هلا ويران لكن كل أفكان محات رجع ويران أف سومالي ولا وذي قن عد عن أقون ماله dadku dhahayaa jira laakiin waxa jira boqolaal kun oo qof oo aan aqoon afka maxaatiriga marka waxaa loo baahan yahay oo mar walba aan sheegaa
وريده ماشي وانا اعتمادا البحنمه اه وانا كلا دوانهي هل ودنا وانهي وحنا وا ودا امين سنان كرنا تاسا مركو وخي كينيسا انكلوسيفيتي اه ان قف والبو كلا او لميد يحي قف والبو سوماليا يعني قف والبو سوماليا وحو لميد يحي قف والبو كلا سوماليا هدي كلا وخا ايمانيسا الباب ير انات اديغا خيرتو او انيغانا سي ان الباب كاس سو غالو اد امتحان اي قاد انه اسكو ودرا او كوبا اد ايغا بلود اف سومالي كو هادل هورتا امتحان كي كميتا مرك ان ان ديب ونقدو او ان سو برتا وا اف سومالي مرك ان هادانا كو سو نقدو خوغو گج گج مرك ان نقدو الين وا وخي وحان وينان كو برتي نقونيسا اي دهدو روح ما اورما هورتا هادانا ماس ميوسن اف سومالي وانا ميوسن سومالي هين هادانا ان اساس دهديتو امتحان جوكتا او اد مرر ولبا اديغا دقنكاغا اد كو عبيريسا كايغا او اد ليداهي ماي ولي ما سو غاري ماشي لا ربي ولي واخ يرو دو ياي كاس كانا كغا فيعان او اد حق يلات ان اي دهد وريدا برتا اديغا ني هو وا فيعيها في سوماليغا لكن هبل اد ما ديرت هي ما با يقام بن كورتم سوماليو كو كور ان انغي درجه نو سي كلا سميسو او مرغا waxyaabaha aan ka doodayaa waxa waliba maxamedo afka mail kaliya ma aniga waxaan jeclaan lahaa jiidada hadda completely waxay ku hadlaan af mail ka bedela waa qabiil dhan oo Soomaaliyeed toni sidoo kale garre sidoo kale dabarre sidoo kale laakiin dad badan oo yaaba ayaa jira hadda islaan jiidaha hadlaysay oo clip la ii soo diray afki jiidada ay ku hadlaysaa magaaladeeda ay joogtaa afkeeda ay ku hadlaysaa waxay dareemaysaa xornimo comments dadka soo qoray dhan waxay leeyihiin intooda badan ayagoo dhan yaan dhihna intooda badan waxay leeyihiin war Soomaali ba waana isla wadanki oo ma aragtay ugu yaraan waxa la rabay kulliiba afafka Soomaalida af ka mid ah waa laakiin aniga ma fahmayo ma garanayo sida Ethiopia ka Ethiopia hadda qofka oo madaqa qaawana laga helaya anaga muslimaana anagoo dhan laakiin qofka Ethiopian ka markuu arko dadkaas wuxuu leeyahay waa qayb Ethiopia ka mid ah laakiin aniga afkaas ma aqaan uu leeyahay ma dhahayo Ethiopian ma meesha kama saaray laakiin because of maaragtay waxaan hoomin janaayatigi iyo wixii xoogii lagu sameeyay qofkan wuxuu leeyahay qofkan ku hadlin aniga afkayga hooyo oo ahmid ka hadda aan ku hadlaayo uga jeeda isagoo hadda duusan ku hadlay Soomaali ma Soomaali inuu yahay in kale waa in negotiation laga gala laga hadla aniga uu igu qanciyaa inuu Soomaali yahay markaas uu noqonaayo marka dooda aan rabo miiska in la soo saaro la isla fahmo waa taas dadka ilbaxa ah waa bilaabeen arintaas inay fahmaan oo ma aragtay hadda loo arkaba qofka inuu multilingual yahay oo dhowr af Soomaaliya ee Soomaaliyeed markuu ku hadlayo kanaan ku hadlay oo ka fursad fiicnaanayo waa bilaabatay laakiin waa uphill struggle arintaas marka dhaqanka iyo siyaasad dhaqanka iyo afka ee aad taabatay siday saameyn ugu yeelatay qaybsiga siyaasadda waxa aniga siday ila tahay fikir kale iga duwan waa la heli karaa laakiin dadba isku luqad ah waa isaga ka dhow yihiin haddaba dadku isku luqad yihiin yaani ugu yaraan shartoodaad kanad galaysaa macnaheedu waxa agtaa la khayrkoodana waxbaad ka helaysaa waa haddaad shartooda kanad gasho marka waxa soo baxay wax la yiraahdo linguisticism waa racism qayb ka mid ah yaani adiga meesha wax lagu qaybsanayo ma ba soo gaarin ma imaanaysid ma joogtid because afkiya ku celinaya tusaale ahaan hadda qofka mudug baadiyaheeda joogo oo kale ama ma aragtay galgaduud baadiyaheeda joogo oo kale ama hiiraan baan iraahdo ama goboladaas kaleba cid gaara ulama jeedo BBC-da adiga BBC-da madax soo ahayd marka la shido si toos u dhageysana laakiin hareere ciif meel la yiraa ayeydeyo joogta afka BBC ma fahmeys yani imagine BBC da goormay shaqo bilowday 60s ki saan u malaynay soo maaha ha marka
afka kaliya oo af Soomaali la leeyahay oo lagu hadlayay oo dawladda iyo axwaasheeda iyo adduunka waxa ka dhacaya iyo wax walba lagu sheegayay kaasuu ahaa. intaanoo dad ahan marka waa la marginalize garaynayaa waa macnaheed ileen ma fahmayaan wixii waa wan afka radio muqdisho ku bixi jiray intiisa badan afkaasuu ahaa maxaa tiriga sidoo kale this community ma ogeyn mana fahamsanayn waxa laga sheegayo adduunyada iyo waxa ka socda iyo soomaaliya iyo waxa ka socda siyaaday iyo marka qofka hadduusan waxba ka ogeyn waxa socda miiskana uusan fadhin yani wax kuma yeelanayo tusaale ahaan waxaan hadda 4.5kan soomaalidan ay ka wada qaylinayaan wax u eg weligeeda way jirtay laakiin dadka afkan ku hadlaya keliya ka maqnaa therefore afka saameyn noocyo badan ugu yeelanayaa qofka accesskiiba u diidayaa meeshii inuu access yacni hadda kahor heritage wati aan uga sheekeynayay oo aabbahay aniga askari buu ahaa xitaa ma dallacayn yacni wuxuu ku dhintay askarnimada kaga tegay isagoo isbatoore ah yacni 20 sano ku dhowna ahaa kuwii uu tababaray oo tababarka siiyey ayaa xidiga inta qaataan gaashanlayaal iyo noqonaya and he was there because dadkii ilmo adeeradoodoo meesha jooga dartood iyagoo baadiye ka yimid accesska la siiyey baxayay asaga tababarkuu siinayay waa ka gudbayeen and then ayagii oo dhallinyaraha waxay noqonayeen baalkii waxa u diidayna waa accesskaas marka luuqadda waxay kugu yeelanaysaa saameyn xun maxaa yeelay Nelson Mandela inuu ahaayaan u malaynaa ninkii dhahayay qofka markaad af uu fahmayo kula hadashidna maskaxduu kaa fahmaa afkiisa markaa kula hadashidna qalbiguu kaa fahmaa isi waa adiga hadda aniga adiga markaan ingiriisi iskula hadalno oo tusaale ahaan Ethiopian inta kuu qaato waddan kale anagoo joogno ingiriis inta kula hadlo adna aad igula hadasho wax yar kadibna aan fahmo inaad Soomaali tahay ma aad adiga ifahantid inaan Soomaali oo Soomaali iskula hadalno isla labadii qof annagoo ah haddana qalbiyadeenna iyo dareenkeenna waa isbedelaya marka ingiriisiga aan iskula hadlaynay iyo markaan Soomaali isku hadlay waa the same issue markii maay aan iskula hadalno qofka iyo markay maxaatiri noo joogto so qalbigaagu wixii saameyn ku yeesho ficilkaagana saameyn ay ku yeelanayaan aad iyo aad dad badan waxay sheegaan in aragtidaas iyo doodaas cabdi adiga aad qabto dadka qaba ay yaryihiin dadna markay siyaasad gaar ahaan tahay waxba dee miiska la iskuma soo saaro oo abaabul iyo kacdoon iyo qofkii inuu isaga isxoreeyo ama wixiis uu miiska saartaa loo baahan maxay muddo dheer u qaadatay in la helo dad adigoo kalahoo miiska soo saara doodahan ama lay qaban wallaahi micno badan ayaa wax badan baa saameyn ku yeelan kara arintaas oo dadkii horta in badan ay ku cusub tahay inay saacaddii siyaasadda soo galaan iyo qof awoogiisa uu wasiir soo ahaa maaragtay era adeerkiisa uu baalkii soo ahaa oo lix dameeyadii aan ka hadlayo oo deriska xaafadooda ugu yaraan maaragtay shan lix agaasime oo isla familkaas hoose oo dawlad uun ku dhex jiray mar walba dagaalka uu dawladnimada u galaayo oo xilka iyo xil doonashada uu u galaayo iyo garabka uu helaayo iyo waa kala duwan yihiin nin wixii ay ku cusub yihiin aad iyo aaday u kala duwan yihiin yacni dadkan siday wax u socdaan maba fahamsanaynba in badanoo ka mid ah inta yaroo fahamsanaydna dadkoodana waa dhibay ku qabeen dhexdooda ilaan waxaysan fahamsanaynay la yimaadeen soomaalida kalena dhibay ku qabeen oo marka hore inta token ahaan loo qaato war wax kaga dara reerkii hal iyo laba kaga dara inta la dhahaa haddana markay xuquuqiga ka hadlaan waxaa loo arki jiray dad kibray oo ku kibray wixii yaraayo la siiyo oo wax ka weyn yani waa sidii afrikaanka oo kale oo maaragtay doodii markii waqooyiga iyo koonfurta maraykanka ay ku doodayeen war addoommada hal la xoreeyo
وردان حرني مسين هدنا بريت سياسات إنه يسوق لنا ربي دونان سيئ لنا إكدو ذيين وكلا أي إسكاهيت مركا أنت أو كبرينتا ما حكذا حد تن 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 مريكن كان شيء تن وحوى قفك هدي ونسي توكن أهان وحلوسي تسألان ورمتي لي مرفلا نوغا قدر أو كلا وزيرة أما وحون أديك وحي ماشي كسعود أو كلا حدنا أو بلابو إنو يرا ورماشي وكو بدنتين أديك بقولك قفة أن ماشي أنكو جوغنو أني كلية أديك كتيرة سغاشان إسغال وا أديك سيعمل قفكي كان هلكاس كان أبا isagana waa ka xumaana wuxuu leeyahay ninkan dadkii ugu ceebeyna ku kalena u ceebey waa kara adaa balaayada noo keenay moqta adaa waxa aan baray alle adaa albaabkan furay adaa waxa aan baray macnaha problemka token uu leeyahay waxaad xaq u lahayd marka ay noqoto in ixsaan lagu ugu falo problemka ay leedahay ayay kamta wixina waxaad moodaaba hadda أول سياسة هي هذا الدقن كي يحتاج كشيء. تزعلهم مركا دور قفوا إنتلكتوال سي واحد اللي يرى يهز على سو اللي بعده يرى إنت اللي يرى أساس إنت اللي يشوف فير فيريو ريركي بيك دي أي كل النقضان وده هو ريركي بيك هتش واحد لو قدره سو مال لماذا هل قف فيريو لبده سد عدو ها لو قدره هل كاسة كذا إكتاي؟ they think that's it. سو مالي هو كده أنت. حتى قف كمركب مسوح سوسانة يو إن ما ركتي أي سو مالي كره ماشي أي كم قنطة هذا لا ذاك جرنا إسا أو مركي سو مالي لو شيء تري تهارت يهوية سو مالي أردن أوكو كوا بانك دقيقة مرلما مسوح سوسانة أو فير زادي قد قبر يرها هذا إن وينها هذا حتى كم وضع إنه دقيقة مفلحهم يو أو دبعته كم وضع لكن مسكح دي سيدا سترين غريسان حبكا سمي سنتاي إن أدقى أتسوح حسوس سيدا إنو قوني ساوا وردهد وار أنيقى ها آوي محا إيقى تكتاي تيقلي مرفلت عيقى بسورد وحوقو هادة أمت كلا سي جرتا جررين وكلا يعني فيري بنان كتوتلي أيو جوغا داد كان بوينت فايف كالوش إيقى داد بدن واحد رساس وكلا وكرتلة واحد لكن بارير كا يعني أقوينه هيستو وياي أبترسي ما ذي مركا أنا وجيت كي جا وحوجا ورسو مالي دورنا هلا جفاي ديشتو سي أنقرن أبلسنو لكن هديهن وح وناكسن أنا أكوك آمين أيه هدي حتى أي وناكسن يهين أنا جس سؤال مرة والله إيه هرت الله وحيته ور who decides وح وناكسن أنا جس وقيب كمان نقول كره وح وناكسن إنان كلكوا آمين مركا قفك وح بدن قاتها مر والبقردر وأركا وحاجيرة وقدر صدي قيف كم ده هنا ويدي ستي قردر وأركا هنا صيغ واحد قد بيس وأركا لكن إيه ويدين تنا حتى نفتي كذا ويرتاح تصارع هان لا بد يكون لبي لا بعدين كم ده حيوان أسكت شرح ذي لعقت قرشات كي وأسكت ديبتي كامبين واقع شيء تين ده اللي وقف بيني واتكتي لكن إبرة كلا صار نقطة. تيجي لما رفلنا لبي لحدن كرسي بليه. حي حل لبا نظا أقرب ويان ضد عبد با النجنة متلا حتى إبرة هلا قصار. وضد هلا ضد بدن أي ويديين و. in social psychology جا وحاجرة وعلى را conditioning. conditioning وحاوة يقفك سبع الله سمعنا وحلوغو علينا هدى ايهان يوروب وكو عرقتي مرايكن كي دادك ان دولياشا ووضا اولام يدا قدبية مركو قدودك يهي جوجية قدودك مركو اسبدالو you know وانا اي والله تبابرا وا conditioning انه داد conditioning process اي دادك انا مران marka anagii Soomaalida kaleba waxaan u aragnay macal anagii inaan gudoomiye baarlamaan leenahay meelna kuma qorna inaad madaxweyne soo rabota gardaro ah marka ay ayada laftigeeda waxay noqon meelna kuma qorna waa gardaray noqonaysa maxay yeelay macal dadka caadiga xitaa siyaasiyiinta ma
يعني قف الباء وشك يا وحنا ده مالك يترتن مركان قلناي أو أن أنا كرسي هران مالك أسفريستي وأو تلاقي صبح هران ماشي تجي كراس تهوري هي أن كرسي فريستي مرك كراس تروح على وأو تلاقي أن مدحوين ياش إيو هوري إيو مدحوين ياش هدا جوا أو مامل قولي ده يستي يمتك جوا ما في زوجارك ما تجري كرسيان سوق قاتي وافريستي مرة نسقش أداء رئيس الوزراء هوري حسن علي قيره أيا يمت كرسي جيو بنانو أركي كاكلي أنا كب بنانا أنت كلام عيا كقرن مدحوينيه هوري مدحوينها هدا مدحوينها بونتلان وحاسا قوة القرن كي كلي أنا مقع كقرنين مركا كي وفريستي مركا دنا مت مت كلا النائسة فريستي أنا كمرك وأوجهي إن كامرد داس يو وحن ربا إن يدتك أركان نن رير كاسة إنه مدحوينه إيش صار شرحه دت لحظة سنة إسكوب بتبدلي مدحوينه لماذا all the influence all the money access ويحي كل إسكو هيستا وأوجهي إن أنا قدومي برلمان اللي إسيو قاطي إن أنا مدحوينه نقوم كريم مرغان ماشا فريستي ايا وحياه وحياه يقص لي وحاكمتها مركا يو نو كاميرا دو وين الدربيه دي كدغيهين او كور ان لا دقاجين كارين او وخيرن لكن هدانا وحا جيرو كاميرا دو كوان او كلا او دليره اي لا ايمانيسو كلا دوان او يو ان كا هادن أميسو ما كسعودين صومالي ده كسعودين جورناليستيا لا كسعودين سداد وكل بي بي سي بي أو أنت كوا مارتي أجنبية قف كوا إمانة أنا جيس كو جرا كامرة اللين سكس كساس وجو أدينا حسن على قير الله وقبل هذا سوور كان ها أو مديك إيجا جرا عز على قراءة دار انقلتنا وحاكو حقا الشيخ شريف وحاكو حقا مدعوينة هدى فرديان كامبنتا وحاكو حقا مدعوينة فرماجة مدعوينة فرماجة كو حقا وحاكو سي حقا مدعوينة حسن شيخ وحاكو سي حقا داني سوما أنيوا إغتقا متكلينا ما كلي قب كستو كاميرا دو هالكتبين هذا هو حي كسر تشتين وكسر هالشيء نما، بركة أنت صورن كم هالشيء كرا، فإمانة ماشي لو قبل هذا، حمان أنا جاي كامريستها نقد حيسان وما جرته، بركة وافهمي أنا جاي، بحان أفهمي كاميرا ده وح ما صورته، مسكح ده وح صورته، لك صور كاس قاضي يا، مسكح ليس أنا جاي كم جرو. مدحوينه مركو أرك أنا جاي ما أركاي أنا جاي مركو أركنا مدحوينه ما أركاي why are conditioning this is سيد لو condition غيري نوع عسى مدحوينه الله برا يرى عليه سيد لو سو تربية هبكو التربية سيئة أو مسكح دي سلو سو سمي لحرن كيسان ولا صور رافع نوع عسى مرك سقو ماشي وقبل لا بقى اللي نسوي ربع سوي رج ما أركتي ترتمية أيوه ربع هذا أديك سوق قشيت نوحي ترتن ما سوق كذا هذا أديك سوق قشيت وحي أسمع مسكح ليسا يقو أركي دورو في رسمته ها وترتن ما مرك ماشوا محاكد عيوا للي سوي سوي نوع سوق هذا أديك لينس كاس مرك أو كاميرا دا أيه حل دبانا ذينا كويجا يقو كلام يقو أركاية أنا مفهم إذا ننكا وحسورة كلية معها ننكا كاميرا داس وحكا دا حركاي كل حل دبانا داس اسو اركاي افكا ستاقا قوتين دا جوغي اياس اسو اركاي هلا يسيو لوتين هل كاس لين او ميلشاس كاميرا دا ايقونا قبين هدي ايقا لوت ايبي لهانا ساس لأو اركي لهايا دينا عسيك بالله بالعايا برس اقاد الشداس perception كاس
سور مسكحات كاس إن اللي بدلو دولة إري قيب كقارة طوال وإن دقالة دولة دير لقليا وعي قليم بدن وإن لصنايا مركز واحد بدل كرام وح عنيقة يدت إلى متأهل أما غير كاس كريا أي ما عرفتي وحكي بدل كرام معها وايو ساهرة وشيغي ترتنك كونك متر أو كترتم إنه ددنا تضبب بقوله متري قبل أبان أردك والشرعي أو أقراري أنيك إيه ددك إلى مت أنا زيري كسو بلا أبان كونك مترنا هدات كقولي سنويسو قف أن ترتمنا دو إكاني ساه يعني تاس وح لو لو لغوصي درايا أو لغلية وردرات بغو شرحية محوها لي تيو كده كوري سواء شرحية محوها لي ما هي الكران ما ما هي الكران محمد بلاش من سود دليلية يعني قف كمرك كم فكر إنه التدواب بقول سو قبل العربية أو وحي دين عيسى لو جنشيري أو أبكاس سجل لو فايدي مرك arrimaha social issues ka aasaaska oo ah in siyaasada level ground meel lagu tartami karo ay noqoto waxa aasaas u ah social issues ka in wax wada qabto oo la yiraahdo leeg madaxweyne ma reer kaliya dhali karo laba reer kaliya miyaa dhali kara mise soomaaliya oo dhan uu ka imaan karaa tusaale ahaan 4.5 ayaa dadku ay ka qayliyaan 4.5 ka waa in laga tagaa waa in laga tagaa waa in laga tagaa fine meen laga tago waa okay aniga aniga iyo reer aadan hoos u halka yaaba saddex afar qof inay ka soo baxaan oo ma aragtay kulli active dhinacaas waa iga anfacaysa in 4.5 laga tago laakiin how about adigu wixii oo dhan adiga aa wada qaadanay sidoo waxa kaliyo iga ka difaacayaba ay yihiin 4.5 ha ka dhinacaas كور هذا اساس له ديد وحا لو دحايا ما يعنيو اساس ما اها سومالي هبك كليو كو هورماري كرتو وا اوكي يس لكن سومالي هورمر كيده او انيغنا كايغا او كو دخ جيران ربا لكن سومالي هورمريسو اديغا اون ات هورمريس انيغا ما رب تاس القدوميه بارلمان كان بل هلي لهين ايا كودا هدي انان 4.5 لا ان له اوف كورس سيدي أهان شفتي يعني 4.5 كان هذا دتك وحو كو قصبي إن وردت كاس نوحا سيديه تدت كاس يقو وحي دونان هكا ينسدان إن لا إرادة حمانتي سوالية 4.5 أو دين عبانا كغفا إيدين هاد هل دين عبانا كغفا إيدين لكن دين عبانا حاجره أو سومالينا يكو قصارتي أنغان آن كو قصارني أو dadka noogu tayfi aan masba baxaan inta badan waayo waxyaabo kala go'aamiya inay dadkaas soo baxaan oo ay ka mid tahay ninka meesha madaxweynaha ka ah ama odayga dadka soo qoraya ama hoggaamiye kooxeedka dadka soo qoraya oo aan u sameysnayn wariyaha noogu fiican waxaan aan geysanay aan u sameysnayn oo u sameysan aniga yaa kaba qaaday ah oo aniga hor imaanay yani waxaan hoggaamiye kooxeed ka soo bilowdeen odayaal ku soo xigay oo dadka qorayay madaxweyne goboleeda ku xigay iyana saas ay ku soo baxeen dhinacaas marka qasaare ma aragtay anaga ka digil mir la'aana waa naga soo gaartay oo ah dad dadkii horumarinaya oo intooda badan lama soo xulin jirin Soomaaliyana qasaaraha ka soo gaartay oo qofka markii qof wanaagsan oo waxa socda yaqaan aad soo xusho wuxuu qayb ka noqonayaa not only digil imirba inuu dhiso Soomaali weyntaan dib loo sameynayo oo Soomaaliya cusub oo dib loo dhisayana qayb uu ka noqonayaa labadaasba laguma faa'iidin yes waa qiraaya taas laakiin halka wuxuu yahay oo hadda sanadahan balaga hadlayo oo la propose gareynayo waxaa lagu dhahayaa 4.5 waa laga fiican maxaa ka fiican in qof walba ma aragtay hadda aniga kulama tartami karo aniga inaan boos ka helo waa laga yaaba
لكن waxaa meesha aniga 30 qof oo ma aragtay ay diyaar ii tahay oo iray wax sameeyaan oo ay wax noqdaan adduunka fahamsan 30 kaliya tusaale aan u soo qaato meesha aniga diyaar ii yihiin adiga 300 oo kuna diyaar ku ah